اهلا بيكي واهلا بالدوشه، مع اني ما بحبش الدوشه. عامل لكم دوشه كمان؟ لا بالعكس، انا بتكلم في الدوشه بشكل عام مش انتوا. يعني كلمنا عن فكره المسرح النهارده، ازاي النجوم الصغيره دي اللي عليها ضوء كبير قوي كده وتحس انها كانت دور صغير نجم؟ هو الفكره دي كانت مطروحه تقريبا بقى لها حوالي سنه ونص. كانت وليدة اتفاق مع انا والاستاذ اشرف طلبه والاستاذ وائل عبد الله، وكنا بنفكر ان احنا نعمل فكره مسرح خاص بالنقاب، وتحركنا فعلا في اتجاهات كتير، منها كذا محطه كذا قناه يعني، الى ان جه الدكتور اشرف زكي وزق معانا ووصلنا ان الاتفاق اللي حاصل بيننا وبين قناه النهار. الفكره في حد ذاتها كانت ان انا بستعين بالنجوم بتوعي بتوع النقابه علشان اقدم وجوه جديده ما عندهاش القدره انها تسوق نفسها. في شباب جديد كتير شاطر كويس، بس ما عندوش القدره على انه يسوق نفسه، فاحنا قررنا ان احنا نسوق الشباب دول. هذا المشروع ما هوش مشروع تشغيل زي ما الناس متخيله او الناس بتقول، ده مشروع استثماري انا مسميه مشروع تقديم. انا بقدم الموهوبين، مش بقدم المحتاجين للعمل او المحتاجين للمادة. محتاجين للمادة او المحتاجين للعمل لهم طرق اخرى من خلال مكتب الكاستنج بتاع النقابة، وده مشروع اخر احنا عاملينه برضو، انما هنا انا بقدم الموهوبين اللي مش عارفين يسوقوا نفسهم. بالتحديد دلوقتي المشروع حسب ما تراءى لاصحاب المحطة، هم شايفين ان الجو السائد هو الكوميدي، فاحنا بنلعب من منطقة الكوميدي، منطقة دراما بسيطة انما كلها ضحك، مع فكرة، في وجود فكرة. يعني لازم تطلعي من الرواية تقدري تحكي ايه الحكاية، تقولي ايه الموضوع اللي انت اتفرجت عليه، كان في واحد حب واحدة حصل لهم كذا، راحوا الحتة الهنية قبله كذا حصل كذا. دي الفكرة، دي التيمة اللي احنا بنعملها. مستقبلا حينما يكون لهذا المشروع جمهوره الخاص، نروح مسرسبين سنة سنة نوع آخر من المسرح اللي هو اصطلح على تسميته من المسرحيين والنقابيين المسرح الحقيقي. كل ما يحدث الآن رغم عظمة التجارب اللي سبقتنا والتجربة اللي احنا بنعملها وبتاع، انما ده ما هوش المسرح الحقيقي المأمول اللي احنا نفسنا يعود. زمان كان في فرقة ثلاثي أضواء المسرح بتقدم الفرس الضحك للضحك، وكان في فرقة فنانين متحدين اللي بتقدم الموضوع الاجتماعي اللي فيه ضحك، وضحكه لا يقل جودة عن ضحك الفرس. أنا طموحي أو طموح القائمين على المشروع إن إحنا نعمل المسرح اللي فيه الصبغة الاجتماعية اللي فيها الضحك، من خلال نجم ونجمة أو بطل وبطلة معروفين عند الناس ومجموعة من الشباب. بنغير بقى الأبطال اللي موجودين دول وبنغير مجموعات الشباب إلى أن نثبت على مجموعة إحنا عايزين نقدمها في السنتين دول. إحنا هنقدم 20-30 واحد دول، وأعتقد إنك تقدمي في سنتين أو ثلاثة 20-30 واحد تقدميهم للساحة الفنية، ده إنجاز المعاهد الفنية ما بتقدموش. إنما إحنا واخدين على عاتقنا إن إحنا نقدم الحكاية دي. بنعمل فرشة كتير جدا من الممثلين الموهوبين دول، السوق بيصفيهم على 30-40 واحد، أعتقد إن ده إنجاز كويس. لا انا طموحي اكبر من مدرسه المشاغبين، يعني ما انا لو طموحي وقف عند حته خلاص، طب انا هروح ليه؟ ما انا خلاص انا عارف سقفي هنا. لا انا مش عايز ده، انا مش عايز السقف ده، انا ممكن عايز اعمل اكتر من كده. انا طموحي ان انا اعمل اكتر من كده، ان انا اعمل مسرح كوميدي ميوزيكال زي ما بيقولوا، الكوميديا الاستعراضيه في شكل كان انا بشتغل في مسارح بردوي مثلا. لا خالص، انا هنا بعمل الروايه 5 ايام بس، انا فعلا انا شغال الفيديو زي ما انا بعمل، وانا هنا الاساس بتاعي بقدم ناس حواليا، مش انا بقدم احمد صيام، لا انا بقدم مجموعه من الشباب الصغيرين. حتى لو لاحظت انا قدمت لغايه دلوقتي عرضين في اتذاعوا، عرض اتذاعوا وعرض لسه، انا بقدم معايا حوالي 11 شاب ولد وبنت، اذا اعتبرنا ان لسه برضو عمرو رمزي مش صاحب تجربه كبيره،
انا بحاول اقدم الناس دي بشكل، وانا ببقى لايف ده متعه يعني. انا بستمتع قوي ان انا يبقى معايا شباب صغارين واقف معاهم على المسرح واطلعهم وبتاع، هم كسبانين وانا كسبان، انا مستفيد ان انا بعرف لغه جديده مختلفه مش لغه جيلي، انا بعرف لغه الجيل اللي موجود دلوقتي في الشارع عشان حتى لما اجي امثل ابقى انا واصل للشباب الصغيرين دول. انا بعمل الطبال مع امير كرارة اخراج احمد خالد امين، بعمل ليلى الحلميه اخراج الاستاذ مجدي ابو اميره، بعمل ازمه نسب اخراج الاستاذ سعيد حامد، بعمل ولد فضه او زي ما بيقول عليه في الصعيدي ولد فضه، ده اخراج الاستاذ احمد شفيق. اول تعامل السنه دي بتصادف انه اول تعامل مع الاستاذ احمد شفيق ورغم الصداقه الكبيره اللي بيننا، واول تعامل مع الاستاذ مجدي ابو عميره كمخرج وبرضه رغم الصداقه الكبيره اللي بيننا. يعني تقدر ان تقول ان احنا مصورين لغايه دلوقتي 30 40% يعني.